إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم عندنا تصريحات جديدة صرح بها عمر هلال قبل لحظات قليلة فقط على القناة الثانية المغربية على قناة دوزين. تصريحات عمر هلال يؤكد فيها على أن نظام حضيرة الجزائر حاولوا على استغلال العضوية الغير الدائمة اللي عنده في مجلس الأمن من أجل تمرير 22 مقترح. 22 مقترح. ويقول عمر هلال منذ شهور وهم يخططون ويتآمرون على المغرب داخل أروقة مجلس الأمن، لكن الدبلوماسية المغربية استطاعت على أنها تقوم بإحباط كل المناورات وكل المؤامرات وكل المخططات ديال نظام حضيرة الجزائر، ولم يقبل ولا اقتراح واحد من بين 22 اقتراح اللي قدموا نظام حضيرة الجزائر في القرار ديال مجلس الأمن. تخيلوا معايا، ولا اقتراح واحد داز من 22 اقتراح. وهنا بطبيعة الحال عمر هلال يكشف لنا على معلومات جد 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 مهمة، كيقول بأن الدبلوماسية المغربية تصدت بقوة وأفشلت كل المحاولات ديال الجزائر. بل الأكثر من ذلك، عمر هلال يقول بأن السفير الجزائري في مجلس الأمن يعترف بقوة المغرب، يقول على أن هذوك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا وما عرفت شنو، هذوك اللي صوتوا على القرار، قال لك هذوك خضعوا للضغوط ديال المغرب. الله أكبر، الله أكبر. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية خضعت المغرب، خضعت للضغوط المغرب، فصافي ولينا احنا أكبر قوة في العالم، أكبر قوة دبلوماسية في العالم. إذا كانت سويسرا خضعت المغرب انتهى الموضوع، إذا كانت فرنسا خضعت المغرب انتهى الموضوع. شنو بقى مازال؟ ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم الآن تسمعوا للمداخلة ديال عمر هلال ثم معكم بباقي التفاصيل. بداية، معالي السفير، ما هو تعليقكم على القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية؟ هو هذا القرار الأخير جاء في واحد الظرفية خاصة بسبب الجزائر. لما كما تعلمون، الجزائر عضو في مجلس الأمن منذ بداية يناير، طبعا منذ شهور وهما يعني يتآمرون على المغرب ويحاولوا يؤثرون على الدول الأعضاء. الحمد لله نجحنا في إسكات صوتهم أنهم يستغلون عضويتهم في مجلس الأمن لكي يشيروا كل مرة القضية الوطنية، حاولوا مرة أو مرتين، ولكن كان الرد تاعنا يعني صارم. هناك تأكدوا أن المغرب لن يكون ساكن، رغم أننا لسنا أعضاء في مجلس الأمن، ولكن نرد كل ما تكلموا على قضية الصحراء. الآن جاءوا لما جات القرار ديال على الصحراء المغربية، هيئوا عدة مقترحات لكي يغيروا نص القرار. قرار فيه 44 فقرة، وما جابوا 23 مقترح للتغيير. هل عمر حتى شي دولة ما قامت بهذا الفعل الذي قامت به الجزائر؟ وشنو الهدف تاعها؟ هو إزالة اسم الجزائر من كطرف، انهم هم يضرهم كثير ان قرار الأمم المتحدة يذكرهم 5 مرات، أرادوا أن يزيلوها. ثانيا، أرادوا أن يزيلوا طاولة مستديرة. طاولة مستديرة هي أساس مسلسل سياسي، أرادوا أن يزيلوها. أرادوا أن يدخلوا قضية يعني حقوق الإنسان كداخل الولاية ديال المينوسو. أرادوا أن يفرضون زيارة ديال مندوبية سامية لحقوق الإنسان. يعني نجحنا في إسقاط هذه المقترحات، وحتى السفير الجزائري اعترف، قال الضغوطات المغربية في العواصم. سيد السفير، قرار هذه السنة جاء في ظروف خاصة. أولا، الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن، لكن كذلك فرنسا التي عبرت بشكل واضح أكثر من أي وقت مضى على دعمها لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي، فرنسا العضو الدائم بالمجلس، إلى جانب الولايات المتحدة حاملة القلم وهي من تقوم بصياغة مسودة القرار. باش دولة تمشي معاك بهذا المستوى إلى هذا الحد الذي مشات معنا في فرنسا، هذا يعني أن المغرب قام بواجبه. وطبعا هنا أريد أن أقول أن الفضل خاصة
لا في الاعتراف الأمريكي ولا في الاعتراف الفرنسي، يرجع الفضل لصاحب الجلالة لمجهوداته لنظرته لحل، وكذلك الشجاعة دياله والريادة دياله هي اللي خلات دول يعني تأتي وتعترف بمغربية الصحراء، لأن المغرب كان هناك من قبل، المغرب كان كدولة قبل ما تكون لا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة في أوروبا. فالناس بدأوا يتبعوا بالزخم التاريخي والعمق التاريخي ديال الحقوق المغربية، وهذا طبعا الحمد لله خلانا مرتاحين، وخلى دول مثل فرنسا في الدعم تاعها والاعتراف تاعها. هنا أريد أن يعني أؤكد على شيء، لا ننسى أن فرنسا كانت من الدول الأولى والدائمة التي كانت تدعمنا في طرح المقترح ديال الحكم الذاتي. السيد السفير، الملفت كذلك في تقرير هذه السنة وهي الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، والتي ضمنها مقترح التقسيم، هذا المقترح الذي ربما المغرب قطع معه بشكل نهائي منذ أكثر من 22 سنة. كيف كان رد فعل المغرب الرسمي بهذا الخصوص؟ لن أفشي سرا إذا قلت أن رد وزيري كان في الدقيقة التي أشار فيها مبعوث الأممي أن إخواننا في الجزائر طلبوا منه إبلاغ الجهة المغربية بأنهم على استعداد للنظر مرة ثانية في المقترح، وكان جواب السيد ناصر بوريطة أن المغرب رافض تماما كما رفض هذه 22 سنة، يرفض الآن، لأن وحدة المغرب الترابية سيادته على الصحراء ليست في إطار لا مفاوضات ولا فوق الطاولة ولا تناقش أحد. وكان قالوا هذا يعني سي دو ريشوف، بقتنا قل كلمة، جابوا شي حاجة قديمة وحاولوا بينوك شيئا جديد. وهنا أقول ما قلته للإخوان من قبل، هو أن الجزائر كل ما كانت في ورطة جبد هذيك من الشابو ديالو تقسيم، لاش باش تخرج، باش لأن الجزائر تريد الهروب إلى الأمام، لأن تشوفوا الاعترافات ترتفع، تشوفوا الدعم الدولي لأن صار أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وجهوية تدعم، تشوفوا القنصليات تفتح، يرون الاستثمارات الأجنبية، يرون الدول العظمى فرنسا إسبانيا ألمانيا دول أسكندنافية أمريكا، خلاص يعني الاستثمارات تاعها موجودة، يعني الركب فاتهم، يرون أن الحمد لله قرقرات طريق السيار ماشي تقريبا 300 شاحنة كبيرة يوميا تمر تمشي في طرقات إفريقيا، كما قلت أكبر ميناء في غرب إفريقيا في يعني الآن المغرب تبني في الداخلة، أكبر قنطرة مرفوعة يعني في الصحراء، جامعات، مستشفيات، شركات دولية تستقر في الصحراء، هذا يعني فيه الحمد لله استقرار، فيه تنمية، فيه مشاركة فعالة ديال ساكنة صحراوية مغربية لبناء الاقتصاد، لازدهار الثقافة، للحفاظ على الطابع الحساني للثقافة الصحراوية، على العادات، الانفتاح على الجهات كلها. وطبعا صارت الآن الصحراء يعني كيف نقولوا هب ديال الاقتصاد، محور تاع الاقتصاد انفتاح، والآن مع المبادرة الملكية ديال الأطلنطيكي الصحراء سوف تلعب دور كبير، لأنها سوف تفتح باب الأطلنطي لدول في الساحل والصحراء.